شفنا فيما سبق ازاي المخاطر بتاعت المرحله الجايه اللي جايه، وازاي ان احنا فعلا على الجميع ان يحذر السم في العسل. لكن في هذا التوقيت المهم هناك كلام كتير في الغربال. يا ليله سوبر بكره باذن الله تعالى السادسه مساء بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت الدوحه، الاهلي ونهضه بركان المغربي على كاس السوبر الافريقي. عايز تعرف كل حاجه حتى هذه اللحظه عن الفرقه؟ اقول لك دخلوا نطلع على الدوحة دخل ومعنا الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى قطر وآخر استعدادات الأهلي وأجواء السوبر. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك أستاذ بريم منيسي، برحب بيك طبعا وبرحب بشمهندس عدلي وبجد التحية أكيد لكل جمهور النادي الأهلي. كريم إيه أجواء السوبر عندك؟ الحقيقه الاجواء كلها هنا يعني تفاؤل كبير ومعنويات مرتفعه بشكل كبير جدا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم. تركيز الحقيقه الفتره اللي فاتت يعني نقدر نقول كل التحضيرات تمت بكل جديه الحقيقه من مجلس الاداره اللي وفر كل الامور، لعيبه النادي الاهلي الحقيقه اللي عندها تركيز كبير جدا في التدريبات، الكل بيجتهد بشكل كبير جدا وعارفين ان هو حلم لكل جمهور النادي الاهلي. يعني كل البطولات لما بتدخل دولاب بطولات النادي الاهلي ده بتبقى فيه صعوبه كبيره جدا لان ده مجهود بيبذل من الجميع، لكن هو ده قادر النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي بيطمع على طول كل بطوله النادي الاهلي بيخشها يكون معاه. فان شاء الله باذن الله بطوله السوبر باذن الله ان شاء الله غدا نادي الاهلي يقدر يرفع السوبر هنا في دوحه. فريق نهضه البركان حقيقه يمكن فريق مميز جدا وعنده مدير فني مميز، فريق مدير فني اسباني طبعا جاهز بشكل كبير، لكن الاصرار اللي احنا شايفينه الحقيقه اصرار كبير جدا والدور الكبير الاكبر كمان اللي بيقوم بيه الكابتن محمود الخطيب في كل خطوه رساله امان واطمئنان وبتبقى ليها مردود كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي في الملعب في التدريب في فندق الاقامه، احاديثه المستمره مع لعيبه النادي الاهلي يمكن احاديث بسيطه جدا لكن ليها مردود كبير وبنشوف الكلام ده. كابتن محمود بيكون متواجد بيتابع التدريب، يعني طبعا عارفين لعيبه النادي الاهلي عارفه قيمه شيرت النادي الاهلي بشكل كبير جدا، لكن القيمه الكبيره ما بتكون متواجده والدعم الكبير ما بيكون متواجد في بطوله زي كده فامر بيكون مهم جدا. انا عايز طبعا اطمنكم بقى بشكل عام على اليوم النهارده، يمكن اليوم كان مليء بالاخبار. النهارده صباحا مباشره كانت مسحه طبيه اخيره لبعثه النادي الاهلي بالكامله، تكون طبعا المسحه دي خاصه بالمباراه ومنها ان شاء الله لعودتنا الى القاهره. بعثه النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله ستغادر غدا بعد غد ان شاء الله 11 صباحا، لكن المسحه الطبيه بنتمنى ان شاء الله باذن الله تكون سلبيه زي المسحه الاولى اللي احنا اجريناها هنا منذ وصولنا الى قطر. يعني عقب انتهاء المسحه مباشره كان الاجتماع الفني الخاص طبعا بهذه المباراه بحضور الكابتن سمير عادلي، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن ماهر عبد العزيز، الامور الاعتياديه والاتفاقات طبعا الخاصه على الزي الرسمي للنادي الاهلي هيرتدي طبعا الاحمر، ايضا كمان نهضه بركان هيرتدي الزي الاسود، الوصول للامور الخاصه طبعا بوجود اللاعبين، دكه البدلاء، البعثه الاعلاميه، كل الامور دي الحمد لله تم الاتفاق عليها بشكل جيد جدا. مباشره عقب الاجتماع الفني كان المؤتمر الصحفي بحضور طبعا بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للنادي الاهلي وايضا محمد الشناوي. بيتسو موسيماني الحقيقه يمكن اتكلم بكل جديه في المؤتمر، احترم بشكل كبير جدا نهضه بركان وايضا كمان الشناوي اكد على المباراه واكد ان الفريق مركز بشكل كبير جدا. موسيماني كمان يمكن نوه ان النادي الاهلي جاي من ضغوطات كبيره وجاي من تلاحم كبير على عكس نهضه بركان، فيا رب ان شاء الله باذن الله تكون الامور مع النادي الاهلي غدا باذن الله. طيب كريم، المسحه الطبيه الاخيره دي مسحه الكاف نتيجتها ظهرت ولا لسه؟ صباحا ان شاء الله يا استاذ ابراهيم، يعني احنا منتظرين المسحه تظهر صباحا باذن الله. يعني هي كانت 9 صباحا استغرقت وقت طويل المسحه الاولى، فمن الواضح ان هي تكون صباحا ان شاء الله باذن الله تكون المسحه معانا، يعني 8 9 10 الصبح بالكثير قوي بتوقيت الدوحه تكون ان شاء الله النتيجه معانا، وبنأملها ان شاء الله تكون سلبيه باذن الله يا استاذ ابراهيم. واحد صاحبنا افتكر حكايه المسحه دي قلق. انا عايز اقول لك دلوقتي اصلا يعني الحقيقه انا عمال اتفرج على فكرته بال ده كل يومين يعملوا مسحه، ايه العذاب ده؟ يعني عمليه متعبه جدا. على اي حال درجه الحراره ما زالت عاليه و الملعب مكيف مش كده؟ مكيف؟ استاذ جاسم بن حمد الحقيقه يمكن الملعب لو بنتكلم طبعا على ملعب جاسم بن حمد طبعا هو ملعب السد القطري النهارده تواجدنا فيه اثناء المؤتمر الصحفي، ويمكن الشناوي وبيتسو موسيماني يعني تفقدوا ارضيه الملعب واللعيبه بالكامل طبعا الساعه 7 كان التدريب 60 دقيقه مباشره، يعني في هنا التزام كبير ويمكن ما فيش دقيقه زياده يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم بالنسبه لتدريب النادي الاهلي، هي 60 دقيقه مباشره. هو ملعب جيد جدا لكن هنشوف طبعا غدا، ويمكن احنا اسئلتنا طبعا مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، النادي الاهلي بيحب طبعا يلعب
بيلعب على ملعب واسع شويه. هو الملعب طبعا قانوني معروف طبعا الملعب هنا على اعلى مستوى، لكن بالعين كده او بالرؤيه تحس ان الملعب ضيق، عرضه كده ضيق شويه. لكن يعني لعيبتنا النهارده ان شاء الله يمكن ادت اداء مميز جدا. الكل النهارده شارك في التدريب. بيتسو موسيماني خصص اكتر من فقره النهارده بالنسبه للتكتيك، يعني النهارده يمكن الراجل خصص الشوط على المرمى، ثبت التدريب اكتر من مره. التقسيمه الاخيره اللي كانت في نهايه المران الراجل بيشتغل بشكل كبير، الاطراف هيكون ليها دور كبير جدا، ويمكن الراجل اكد على هذا الامر واكد على عدم الاستهانه بالفريق الخصم مهما كان، ويمكن ادى مثال لفيا ريال ومانشستر يونايتد المباراه الامس اللي شفناها. فيمكن ده كان امر مهم جدا للعيبه. لعيبتنا عارفه طبعا قيمه المباراه، واكيد ما حدش بيقلل من اي فريق سواء نهضه بركان او غيره، لكن ده كان امر مهم جدا ان بيتسو موسيماني حذر لعيبه النادي الاهلي منه. يمكن كمان قعدته الكابتن محمود الخطيب اتكلم على هذا الامر. لعيبتنا مركزه يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم، يعني الحاله اللي احنا شايفينها ولمسينها ينقصنا التوفيق، بس اجتهدنا بشكل كبير واللعيبه اجتهدت الحقيقه الفتره اللي فاتت على مدار الايام الماضيه من جنوب افريقيا لوصلنا الى قطر. ينقصنا بس التوفيق ان شاء الله مع جمهور النادي الاهلي، رغم قله العدد وكنا بنعمل اكتر من كده، لكن جمهور النادي الاهلي غلب. نتمنى ان شاء الله باذن الله يكون ليه مفعول السحر كالعاده، هتافاته ونداءاته واللافتات اللي يرفعها لعيبه النادي الاهلي مردودها ان شاء الله يكون في ال 90 دقيقه. ودعواتك يا باشمهندس عادلي ودعوات الاستاذ ابراهيم ودعوات كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله غدا يرفع النادي الاهلي بطوله السوبر هنا من الدوحه باذن الله. الفريقين موجودين في نفس الفندق مش كده؟ بالتاكيد يا استاذ ابراهيم، يعني فريق نهضه بركان، فريق النادي الاهلي، طاقم التحكيم، المسؤولي طبعا اداره الاعلام بالكاف، الكل متواجد في الفقاعه الطبيه. يعني طبعا كنت عارفين امر الفقاعه الطبيه ده في المونديال امر صعب جدا جدا طبعا، يعني بنعذر لعيبه النادي الاهلي وبنعذر البعثه بالكامل، ما تقدرش تدخل ما تقدرش تخرج، لازم تلبس الاي دي على طول. الاي دي كمان اللي متوزع على لعيبه النادي الاهلي او على البعثه بالكامل، يعني في علامه كده تدل ان انت عامل مسحه بي سي ار ومسحتك سلبيه الحمد لله. فما ينفعش ان انت تتحرك في الفندق حتى بدون هذا الاي دي. الكمامات لابد ان انت تكون لابس، يعني امور صعبه جدا جدا طبعا هنا، لكن يعني يا رب تكون في مصلحه لعيبه النادي الاهلي. التركيز كبير جدا 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 هنا في المعسكر، والاجراءات الاحترازيه مشدده جدا، ما تقدرش ان انت تخرج، ما تقدرش تجيب اي حاجه لعيبه النادي الاهلي. يعني معاناه شويه، لكن ده القدر وده الامر اللي احنا اكيد بينعكس على اللاعبين. كل الظروف دي وكل الضغط الكبير ده بنتمنى ان شاء الله باذن الله تكون دوافع كبيره، رغبه كبيره لعيبه النادي الاهلي، الشخصيه والروح الكبيره اللي بنشوفها في المباريات الحساسه والمباريات الكبيره ان شاء الله باذن الله منتظرينها تكون مع لعيبه النادي الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه. عايزين نشوف ونشوف جدية ونشوف حماس، ولو عملنا كده يعني بلغة الكورة إن شاء الله ربنا يوفقنا في هذه المباراة، ويقدر النادي الأهلي آخر يسعد ملايين جماهير النادي. آخر حاجة يا كريم، طمنا على حالة الطبية بالذات للناقهين، الحمد لله الفرقة كلها كويسة ولا لسه في حاجة؟ بسرعة كده. لا الكل الحمد لله، يعني النهارده اللعيبه بالكل شارك، كل اللعيبه شاركت النهارده، ما فيش اي حد بيشعر باجهاد، بيشعر باصابه، بيشعر بالم. يعني الكل النهارده اطمنا عليه في التدريب. ينقصنا زي ما بقول لك يا باشمهندس عادل يا استاذ وريم التوفيق، بس التوفيق يبقى معانا بكره في المباراه وفي الفرص ان شاء الله باذن الله. بنامل ان احنا نستغلها ونستغل انصاف الفرص ان شاء الله باذن الله. كل الظروف والمناخ والجو وكل الامور دي تكون معانا بكره. شكرا ان شاء الله يا كريم، يقدر النادي الاهلي يعود للقاهره بكاس السوبر. شكرا ليك وتحياتنا لأفراد البعثة جميعا، من أول الكابتن خطيب ليكوا كلكم، للاعبين، للجهاز الفني، والشيف الدالي، شاكرين.